أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. تتم للحصة الفائتة من خلال هذا التمثيل المبياني، لاحظوا معي جيدا، لدينا هنا X1 أصغر من X2. هذه النقطة تنتمي إلى تمثيل الدالة F أو إلى منحى الدالة F، منحنى الدالة F، إذن أرتبها هو F لـ X1. نفس الشيء بالنسبة للنقطة X2، أرتبها هو F لـ X2. إذن تلاحظوا X1 هنا أصغر من X2، وكذلك F لـ X1 أصغر من F لـ X2. نقول إن F أنا إذن F تزايدية على المجال AB. فيما يخص الشكل التالي، عندنا هنا X1 صورتها هي هذه F لـ X1، F لـ X2 هي هذه. إذن لدينا X1 أصغر من X2، في حين أن F لـ X1 أكبر من F لـ X2. إذن هنا F تناقصية على المجال AB. بالنسبة للحالة الثالثة، تلاحظون أن هنا تمثيل مبياني عبارة على مستقيم موازي أو جزء من مستقيم موازي لمحور الأراتيب، يعني ما يكون X له ما تكون النقطة M من CF فلها نفس الأرتوب اللي هو 2. في هذه الحالة نقول F دالة ثابتة، F ثابتة على المجال AB. يعني جميع عناصر AB لها نفس الصورة. ملاحظات: ملاحظة رقم واحد، ملاحظة رقم واحد، إذا كانت أو نقول إن F رتيبة على مجال E، إذا كانت F تزايدية على E أو تناقصية على E. ملاحظة ثانية: F نقول إن F رتيبة قطعا على مجال E إذا كانت F تزايدية قطعا على E أو تناقصية قطعا على E. ملاحظة ثالثة: الدوال التآلفية رتابتها مرتبطة بـ F، عفوا رتابتها مرتبطة بالعدد A.
إذا كان أ أكبر قطعا من صفر فإن F تزايدية قطعا على R. إذا كان A أصغر قطعا من صفر فإن F تناقصية قطعا على R. إذا كان A يساوي الصفر فإن F ثابتة على R وتصبح صورة كل عدد هي B. إذن هذه الملاحظة تتم النشاط السابق الذي رأيناه في الحصة السابقة. إذن نواصل بتعريف وخاصية. لتكون F دالة عددية و E مجال ضمن الدي دو F. X و Y عنصرين من E حيث X يخالف Y. العدد F ل X ناقص F ل Y على X ناقص Y يسمى معدل تغير الدالة بين العددين X و Y ويرمز له ب T F X Y ونكتب T F X Y يساوي F ل X ناقص F ل Y على X ناقص Y. إذن خلال التعريف باستعمال التعريف السابق للدالة التزايدية نلاحظ أن إذا كان X و Y لهم إذا كان هذا العدد موجب يعني أن إذا كان X أكبر من Y و F ل X أكبر من F ل Y فإن F تزايدية يعني إشارته موجبة إذن فهي تزايدية وإذا كان أصغر من الصفر غنستنتجوا بأن F تناقصية على E وإلا كان يساوي صفر قد تصبح عندنا الدالة الثابتة يعني أن F ل X تساوي F ل Y لكل X و Y من E بحيث X يخالف Y. ممكن أيضا نضيف واحد الخاصية أخرى هي أن إذا كانت الرتابة هنا إذا كانت موجب قطعا فإن F تصبح تزايدية قطعا على E. نفس الشيء إذا كانت هنا أصغر قطعا فإن F تصبح تناقصية قطعا على E. إذن نمر إلى التطبيق التالي. أولا لتكون F دالة عددية لمتغير حقيقي X بحيث F لX تساوي 1 على X ناقص 2. ألف حدد دد F. ب أدرس رتابة F على المجال جوج المفتوح جوج زائد ما لا نهاية. ثانيا نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي X بحيث ج دو X تساوي X أس 2 ناقص جوج X. ألف حدد د دو ج. ب لندرس رتابة F على كل من المجالين واحد زائد ما لا نهاية مغلق وناقص ما لا نهاية واحد. السؤال الأخير ضع جدول تغيرات جي. أولا ألف لدينا الدالة F هي X ينتمي إلى R حيث X ناقص 2 تخالف الصفر أي أن الـ دو F هي X ينتمي إلى R حيث X يخالف 2 وبالتالي الـ دو F هو R محروم من الأحادية 2. ب ندرس الرتابة. إذن ندرس الرتابة هنا سنتبع طريقتين. الطريقة الأولى تعبير مباشرة باستعمال التعريف مباشرة أو باستعمال معدل تغير F. طريقة أولى ب الأولى ليكون
x و y من المجال المجال جوج زائد ما لا نهاية. حيث x أصغر من y. إذن بما أن x تنتمي إلى هذا المجال المفتوح فإن x ناقص جوج أكبر قطعا من الصفر. نفس الشيء بالنسبة لـ y. إذن y أيضا ناقص جوج أكبر قطعا من الصفر. وبما أن x أصغر من y لدينا x أصغر من y إذن x ناقص جوج أصغر من y ناقص جوج. باستعمال هذه النتيجة يعني المقلوب بما أنهم عددين لهما نفس الإشارة إذن ويخالفان الصفر إذن واحد على y ناقص جوج أصغر من واحد على x ناقص جوج. أي هذا هو تعبير صورة f أي f لـ y أصغر من f لـ x. لدينا في البداية افترضنا بأن x أصغر من y وهنا الصور تقلبت المتفاوتة. إذن f دالة تناقصية على المجال المجال جوج زائد ما لا نهاية. ملاحظة، العبارة f دالة تناقصية ليست بجملة مفيدة، خاصنا نحددوا واش من المجال. إذن f تناقصية على المجال جوج زائد ما لا نهاية. باستعمال الطريقة جوج طبعا الطريقة جوج غنلجأ فيها لاستعمال معدل التغير. إذن غنطلقوا بنفس المعطيات. ليكون x و y من جوج زائد ما لا نهاية. حيث x أصغر من y. اش عندنا معدل التغير tf معدل التغير ما بين x و y ما هو الا الصوره ديال x ناقص الصوره ديال y على x ناقص y يساوي نعوض f دو x التعبير ديالها اللي هي 1 على x ناقص 2 ناقص 1 على y ناقص 2 على x ناقص y تساوي نوحد المقام هنا المقام الموحد هو x ناقص 2 في y ناقص 2 على عفوا y ناقص 2 ناقص x زائد 2 على x ناقص y. أي تف x y يساوي البسط البسط قتنا فيه غير y ناقص x على شبقى لي شوية لسباس هنا قلنا y ناقص x على x ناقص جوج في y ناقص جوج على x ناقص y يساوي y ناقص x على x ناقص 2 في y ناقص 2 في هنا غادي نقلب هذه y ناقص x ناقص y ناقص x قلبت غتبان لي انا واحد وبالتالي غنختزل بهذا العدد المخالف للصفر لان عندنا x اصغر قطعا
من إجراد إذن في الحاصلة غادي نلقاو ناقص واحد على إكس ناقص جوج في إجراد ناقص جوج. هذا العدد هذا كيدير الإشارة نتاعو لاحظتوا بأننا إكس ناقص جوج موجب. لماذا؟ لأن إكس ينتمي لأن إكس ينتمي للمجال جوج زائد ما لا مفتوح يعني موجب قطعا. نفس الشيء أنا إجراد تاهي ناقص جوج موجب قطعا، وبالتالي هذا العدد غادي يخرج لنا سالب قطعا أصغر من صفر. ومنه F تناقصية قطعا على المجال جوج زائد ما لا نهاية. ثانيا ألف جي دو إكس تساوي إكس اثنان ناقص جوج إكس دالة حدودية، إذن دي دو جي يساوي R. ب لندرس رتبة جي، أنا نصحوها جي، لندرس رتبة جي جي في البداية فقط على المجال المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا نلجأ لمعدل التغير. إلا جينا نحسبوها من خلال التعريف غادي نلقاو باش يبان سهل الانجاز ديالها الا الى فكرنا في الشكل القانوني. نكتبوها ديال الشكل القانوني. اذا رتبه الداله الجي على المجال واحد زائد ما لا نهايه سواء الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه، ولكن غالبا ما نختار الطريقه المناسبه. في هذه الحاله سنختار طريقه معدل التغير لنحسب معدل التغير. اذا عندنا تي ديال جي ديال اكس نقول ليكون اكس و ايغريك ليكون اكس و ايغريك من المجال واحد زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، حيث اكس يخالف ايغريك. حيث x يخالف y. إذن تي اف تي جي عفوا الدالة جي تي جي ديال x y يساوي جي دو x ناقص جي ديال y على x ناقص y يساوي جي دو x خلال التعريف ديال جي دو x يا إكس أس اثنان ناقص جوج إكس ناقص جوج إيغريك أس اثنان زائد زائد إيغريك يس على إكس ناقص إيغريك يساوي لا ما كاينش جوج عفوا إيغريك أس اثنان زائد جوج إيغريك يعني هي إكس أس اثنان ناقص إيغريك أس اثنان ناقص جوج عاملي لي إكس ناقص إيغريك على إكس ناقص إيغريك تساوي متطابقة هامة هي إكس ناقص إيغريك في إكس زائد إيغريك ناقص جوج عاملي لي إكس ناقص إيغريك على إكس ناقص إيغريك. إذا غنختزلو إكس ناقص إيغريك هنا وهنا لأنه يخالف الصفر مادام إكس تخالف إيغريك تساوي هي إكس زائد إيغريك ناقص جوج تساوي إكس ناقص إيغريك زائد جوج. هنا
إذن لتحديد الرتبة يجب أن ندرس إشارة X زائد Y ناقص جوج، هل هو سالب أم موجب أم منعدم؟ لدينا X أكبر من أو يساوي واحد و Y أكبر من أو يساوي واحد، إذن X زائد Y أكبر قطعا من اثنان. لاحظوا معي جيدا، هنا كانت عندنا المتفاوتة تساوي وأنا درت هنا قطعا، لماذا؟ لأن X و Y مختلفان، إذن إلا تصاب واحد فيهم أنا تيساوي واحد الآخر أكيد غادي يكون كبر قطعا من واحد، وبالتالي غتكون عندنا هذه المتفاوتة أي TF X TG X Y X زائد Y ناقص جوج موجب قطعا، ومنه J تزايدية قطعا على المجال، تزايد قطعا على المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذن هنا ألف، ولا كانت هنا ألف مكتوبة، إذن هنا باء ندرس لندرس رتابة جي على المجال ناقص ما لا نهاية واحد. إذن هنا بالمثل بنفس الخطوات غتكون عندنا هذه العملية، هنا تلاحظوا بأن المجال ما تدخلناش، ما استعملناش هذا المعطى تاع المجال واحد زائد ما لا نهاية إلا في هذه المرحلة، وبالتالي فمعدل التغير بالمثل ليكون X و Y عنصرين من ناقص ما لا نهاية واحد، حيث X يخالف Y. إذن بالمثل نجد أن T ديال GX Y ما هو إلا X زائد Y ناقص جوج. ناقص جوج، هنا غادي ندخل عندنا دابا المجال، هنا المجال بما ان X اصغر من او يساوي واحد و Y اصغر من او يساوي واحد، فان X زائد Y اصغر قطعا من جوج. وعيد الملاحظة هنا أو تساوي، ولكن هنا أصبحت قطعا، لماذا؟ لأن هذا X مختلف عن Y، لأن X يخالف Y. إذا افترضنا أن X يساوي واحد، فإن Y بالضرورة أصغر قطعا من واحد، وبالتالي عندنا المتفاوتة أي T G X Y اللي هو X زائد Y ناقص جوج أصغر قطعا من صفر، وبالتالي الدالة جي تناقصية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية واحد. إذن كما تلاحظون أن رتابة جي تختلف من مجال لآخر. إذن دال نضع جدول تغيرات دال جي، عندنا الدالة الجي معرفة من ناقص ما لا نهاية حتى لزائد ما لا نهاية،
ولكن واحد النقطة محورية هي واحد تغيرات F عفوا جي. إذن قلنا بأن جي في المرحلة الأولى تزايدية قطعا المجال واحد زائد من عليها نعبر عليها بهذا الشكل. ولدينا صورة ديالت واحد بالدالة جي دو إكس. جي دو إكس كانت عندنا هي إكس أس اثنان ناقص جوج إكس. إذن الصورة ديالت واحد هي ناقص واحد. هنا في هذا المجال تناقصية. إذن جي تناقصية من ناقص من حتى الواحد كانت غادية هكا تناقصية وهنا تزايدية قطعا. أعزائي التلاميذ شكرا لانتباهكم وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.